أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد حسن خان صاحب نيكس للتجارة. استاذ حسن، نورتنا ونورت شاشة برنامج رواد الأعمال بداية. الله يعطيك العافية. الله يخليك. الله يعافيك. حابين تعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن الأستاذ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء اسمي حسن خان عبد الولي، أفغاني الجنسية، وأدير شركة نيكس للتجارة منذ 3 أعوام في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في دبي سوق الذهب منطقة ديرة. من أين جاءت فكرة تأسيس الشركة ومتى كانت بداية العمل؟ طبعا البداية كانت صعبة جدا، فقبل 15 عام دخلت دولة الإمارات وما كانت أي فكرة ولا ثروة، فكنت بدأت العمل عند أحد الشركات بمهنة العامل لمدة 2 عامين، ثم بايع بنفس الشركة، فكنت أدخر أو أحتفظ ببعض المال من الراتب الشهري حتى وصل قدره إلى 200,000 درهم، فاستثمرت على نفس المبلغ، وأكيد ساعدوني بعض الأصدقاء في البداية. أكيد طبعاً. خبرنا أكثر أيضاً عن الخدمات المقدمة من نيكس التجارة. نحن نشتغل في مجال الأقمشة كما تشوفون، ونتعامل مع أكبر الشركات في الإمارات يستوردون البضائع من الهند والصين واليابان وإندونيسيا، فنأخذ منهم البضائع والأقمشة يعني، ونعمل عليه ونشغل التطريز والتخوير عليه في المعمل تابع لشركتنا في مدينة عجمان بالإمارات، فنوزعهم في داخل الإمارات وخارجها وجميع دول الشرق الأوسط. شو المميز عندكم في نيكس التجارة؟ والله نحن دائما شعارنا هي الجودة، ونسعى دائما أن تكون المنتج من أعلى وأفضل جودة، سواء الأقمشة أو الفصوص أو التخوير، كلهم من أجود وأفضل أنواع، وهذا أعتقد أنه نقطة تميزنا. أكيد طبعا، دائما الجودة هي عنوان فعليا لجميع المستثمرين في إمارة دبي. حابين أيضا نتعرف على رؤية الشركة والخطط المستقبلية. رؤيتنا نرفع خدماتنا إلى أعلى مستوياتها، ونقدم خدماتنا في مجالات أخرى مثل منتجات غذائية وغيرها، وساعين لفتح أكثر من فرع في بقية مدن الإمارات كالشارقة ورأس الخيمة وأبوظبي بإذن الله تعالى. خبرنا أو حابين نسمع من عندكم رسالة للمستثمرين الجدد. المستثمرين الجدد، أول شيء أقول أن الأمن وقادة الخير من أهم أسرار وأسباب النجاح، فالأمن بدولة الإمارات هي الأمن المثالي، وقادة الإمارات هم اللي جعلوا مطمئنين، جعلونا كلنا مطمئنين ومرتاحين أكثر من أوطاننا. فأذكر كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله رئيس الدولة، لما قال لا تشيلون هم خلال فترة أزمة الكورونا، فجعل كل من كان يعيش على هذا الأرض يشعر بالطمأنينة. فهذا ما كانت مجرد كلمة قالها الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، بل كان وراءها إرادة وقوة العمل. فكانوا مسيطرين الحكام وقادة البلد على الوضع الاقتصادي للدولة ووضع الصحي، ففيما كانت عدة دول أوروبية وغيرهم متقدمة حتى قريبة لانهيار الاقتصاد في ذاك الفترة، فالدولة آمنة وقيادة عادلة وشعب طيب الأخلاق يجعل كل من يعيش على هذا الأرض بالأمن وطمأنينة. فأهم ما نحتاج للعمل هو الأمن ودعم من القادة في مجال العمل، والاثنين توجدهم بإذن الله في هذه الدولة حفظها الله، فمرحبا بكل من يرغب في الاستثمار بهذه الدولة. حابين أيضا نوجه رسالة شكر من الأستاذ حسن ومن أيضا نيكس للتجارة. أستاذ، كلمات الشكر لقادة الدولة وحكام الدولة، فمهما نكثر كلمات الشكر لحكام الدولة لا يوفيهم حقهم. العبارات والكلمات اللي نشكر بها حكام الإمارات تقف عاجزة عن الجهود المبذولة التي يقدمها حكام هذه الأرض، فأشكرهم
نيابة عن كل أفغاني يعيش على هذه الأرض. حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم، وحابين نتشكر أيضا نيكس للتجارة، وحابين نتعرف على كيفية الوصول والتواصل، اللوكيشن والأرقام. عندنا حساب على منصة إنستغرام على اسم الشركة نيكيس تريدينج بالإنجليزي، نيكيس تريدينج 41، وما عندنا غير هذا إلا على منصة الإنستغرام. والمحلات، المحل هذه في سوق الذهب، عند السوق الذهب يعني قريب له، والمحل عندنا في السوق نايف وفي فرج مرار. طبعا جميع أرقام التواصل وأيضا حساب الإنستغرام وسائل التواصل الاجتماعي سوف تظهر أسفل الشاشة مع الأفرع والموقع الجغرافي. نشكرك نعم. مرة أخرى أستاذ حسن. نشكرك. إلى هنا أعزائي المشاهدين، هنا هي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.